بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلاب الصف السادس، معكم الميسر معين الأحمد. سوف نتحدث اليوم في درس الجزء من 1000. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس. درسنا اليوم هو الجزء من 1000. لدينا قاعدة لكتابة الكسر العادي بالصورة العشرية، نجعل مقام الكسر 10 أو من قوى 10. ما هي قوى 10؟ أحسنتم، هي 10، 100، 1000، 10000، وهكذا. مثال: لدينا 2 على 10، لكتابتها بالصورة العشرية هي 0.2. نلاحظ على يمين الفاصلة يوجد عدد 1، وهو بعدد الأصفار التي توجد في المقام. مثال آخر: 105 على 100، هي تساوي 1.05. نلاحظ على يمين الفاصلة يوجد عددان، وهي بعدد أصفار المقام. لدينا ورقة عمل، اكتب الكسور التالية بالصورة العشرية: 94 على 10، 164 على 1000، 1568 على 10000. مراكز مكاني تتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم.